بغيت تعرف كيفاش تفصل دارك مع اللي قلت بعد الفيديو هذا، تدي بعض الخبرة وبعض المعلومات من هاد القطعتين ديال 100 المترو والفصلة ديالهم. تابع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان ديالنا، نهاركم مبروك، كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة رب العالمين. كنشكر جميع المتابعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم بزاف بزاف على المتابعة ديالكم. كنقول لكم دائما الله يحفظكم، اللي بغى شي حاجه مرحبا بيه، دائما على راسنا وعينينا، الناس ديال طنجه ديال تطوان، منطقه الشمال كامله، اي واحد اللي بغى خدمه مرحبا به، كبيره او صغيره ما عندناش مشكل. والناس اللي بعادين تواصلوا معنا، استشروا معنا، مرحبا بهم دائما. كنقولها لكم، الا نسينا شي واحد يولي يعاود لنا، ولا عيطنا شي واحد في الصباح يولي يعاودنا في العشيه، ولا عيطنا في العشيه يعاودنا في الصباح، ما كاينش مشكل. حنا الحمد لله راه بنادم كينسى وبنادم عنده اشغال حتى هو، وصراحه كيجيو ميساجات بزاف ما تقدرش باش تجاوب كل شيء. واحد الساعه تقدر تنسى شي واحد، والمسامحه هذا الشيء اللي كاين اخوان ديالنا. اخوان ديالنا اشتركوا معكم ان شاء الله بروجي ديال طنجه الباليه اللي هما جوج ديور، جيت القطاعي 100 المترو 100 المترو 100 100 فيهم اير بلس دو زائد الروتري. نسبق نعطيكم بزاف الفيديو ديالهم. دابا الحمد لله هما مساليين كل شيء ديالهم، الخدمه ديالنا كل شيء ديال اناضيه الحمد لله. الدنيا شطبناها كما كتشوفوا هنايا، كانت عندنا هنا البطونيه، كان عندنا السلعه فين كنزلوا الماتريال، شطبنا هذا الشيء هذا، قلنا ان شاء الله يا ربي الا السيره ديالهم. دابا نعطيكم بعض المعلومات على هذا البروجي هذا. ها هما كما كتشوفوا معنا جوج ديور مع بعضياتهم، 100 متر على اليمين و100 متر على الشمال، نفس الفورمه نفس الطريقه نفس الخدمه، نفس المهندس اللي خدم هذه خدم هذه. الحمد لله جاوا مع بعضياتهم جوج الاصدقاء، كنشكرهم بزاف بزاف، حتى هما عملوا الثقه ديالهم فينا وعطونا الخدمه ديالهم. حتى هما كنقول لكم الله يسر لكم الامور ديالكم، اي واحد خدمنا له الله يسر له الامور، حتى اللي ما خدمنا لهمش اللي ما خدمنا لهمش هما الله يسر لهم الامور ديالهم، الله يسر الامور جميع المسلمين رب العالمين. المتابعين ديالنا غنبداو لكم هنايا ان شاء الله يا ربي، كما كتشوفوا معنا البيبان ركبناهم حتى هما، باقي لنا غير الشباك ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للبيبان غنعطيكم واحد واحد اطلال على البيبان. بالنسبه للبيبان كما كتشوفوا معنا جاوا مختلفين، كل الباب درناها في شكل. بالنسبه للخدمه البيبان ما شاء الله حتى هو الحداد الله يعطيه الصحه، كما سبقنا عطيناكم واحد الفيديو شحال هذه ديال واحد البيبان اخرين في جهه اخرى العوامه، هذه هنا طنجه الباليه. بالنسبه للبيبان كما كتشوفوا ما شاء الله اليدين ديالهم ولا الخدمه ديالهم ولا الفينيسي ديالهم الله يعطيه الصحه، كنشكرو بزاف بزاف معلم الحداد ديالنا عالي، كنشكرو بزاف، نقول له تحياتي لكم هذا المنبر هذا، والله يحفظك والله يسر الامور ديالك. بالنسبه للبيبان كما كتشوفوا معنا عندهم جوج اللوبات، وحده هنا وحده هنا، هذه عندها اللعيبه هنا كتطلع اللوبات هما فينا هما، الله يزر تشبد الربعه. بالنسبه للباب هذه الاوليه، هذه الباب الثانيه كما كتشوفوا معنا جات الفورمه ديالها مبدله على الخدمه اخرى، حتى هي اليدين بحال بحال، تشبه الغلط ديالها بحال بحال، حتى هي الربعه. تابعوا معنا نعطيكم بعض المعلومات لداخل ان شاء الله يا ربي غتطلعوا معنا. الاخوان ديالنا بسم الله على بركه الله، هذه هي الدخله كما كتشوفوا معنا، الدخله متسعه ما شاء الله، الدروج ديالها هما هادو، حنا نطلعوا في الدروج ان شاء الله. طلعت ديال الدروج هي هذه كما كتشوفوا معنا، الدروج هما هادو راهم فيهم تم واسعين ما شاء الله، فيهم متر و30 او متر و40 متر و40 متر و40 اللي فيهم دروج. طلعت ديالهم الاوليه، هذا هو الريتشوسي، طلعت الريتشوسي عندنا كلشي مفيني كلشي مسالي ان شاء الله ربي، يبقى غير فينيسيو بالنسبه للمرطوب او فراقات كلشي مسالي. نعطيكم بعض المعلومات على الطبق، الطبق الاول بسم الله على بركه الله. بالنسبه للاخوان ديالنا حنا طلعنا البرطمان الاولى او الطبق الاول عفوا. بالنسبه لباب التفصيل هي هذه ديال المترو، عندنا دائما الباب الدخله كنديروا فيها مترو او مترو 10. دخلنا هنا على الشمال، جبرنا الحمام ها هو فينا هو، يظهر لي شويه ديال ما كاينش الضوء بزاف صراحه. نعطيكم بعد اطلاله. دخلنا لهنا على اليمين كنجبروا الكوزينه، هنا الكوزينه ما شاء الله هي كتشوف معنا، هي محرشه عندها الباب ديالها كيدخل لاكور، الباب ديالها ديال متر و60 علو راه معروف 22، عندنا دائما هذا لاكور، مادام بغى يجلس ولا شي حاجه كيجي مع الكوزينه صراحه. متسع مضوي، خلينا كما كتشوفوا طالع سل فوق، هذا هو الطبق الاولي. بالنسبه للطبق الاول كما قلنا لكم، وهذا دخلنا هنا جبرنا الصاله، هذه الصاله ما شاء الله صاله كبيره، السرجم ديالها ديال جد مترو ها هو قبلتكم كما كيظهر، السرجم تاعو ما شاء الله كبير، الصاله هي هذه. هذا الطبق الاول، هذا الطبق الاول فيه جد الحمامات صراحه، كاين حمام تما، حمام هو هذا عاود حمام راه كبير هنايا، حمام راه كبير هنايا كيظهر،
قدر ما يظهر لنا شي دابا شويه ديال نظل المشويه. الحمام حتى هو راه كبير. هذه 100 متر. الناس يبغيو يتعرفوا على 100 متر كيفاش كتجي في الصاله ديالها، وراه كتختلف. تقدر دير جوج المحلات، تقدر دير غير محل واحد صراحه، تقدر دير كوزينه كبيره ودير جوج الحمامات. ما بغيت دير ثلاثه المحلات مثلا يجيو صغارين صراحه. من الافضل جوج المحلات وصاله وكوزينه. هذا هو 100 متر. بالنسبه لهذه راه فيها جوج المحلات. المحل الاولي هو هذا، عنده اطلاله على الباركو، او فين هو عنده الحمام ديالو، جا فيه هنا مع الدخله كتبر الحمام. كاين البلاكار هنايا، راه عطيهم البلاكار هنا ان شاء الله يا ربي غادي يجي البلاكار. هو هذا راه البلاكار هنا غادي يجي. عندنا بيت اخر هنايا، غادي نجيو على جهه الشمال نزبروا بيت اخر، حتى هو عنده اطلاله على الباركو، عنده اطلاله على الباركو. هذا البيت تا هو الثاني. المهم هاد الطبق الاول فيه جوج البيوتة، مطبخ، جوج الحمامات، صالون. نعطيكم بعض الاطلاله على الفوق ان شاء الله ربي. كنتمنى من الله ما نطولش عليكم هذا الفيديو هذا، باش ما نطولش عليكم بزاف، نعطيكم داك الشيء خفيف ظريف. تابعوا معنا الاخوان ديالنا. هذا الطبق الثاني، الطبق الثاني غيكون مختلف شويه بالنسبه للصاله، بقات هي هذيك بلاصتها. البيوتة عندنا هنا رجعوا ثلاثه البيوت، ما بقاوش جوج. عندنا البيت الاول هو هذا، باقي بلاصتو تقريبا. هاد بلاصه الحمام جات رجعناها كوزينه، حيت هنا جبنا غير حمام واحد. الكوزينه حتى هي كوزينه ماشي كبيره صراحه، ولكن كوزينه كيقولوا مثلا اقتصاديه، كوزينه راه اقتصاديه صغيره هنايا. كيبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو، كل واحد والفصاله ديالو. حنا كنبغيو نشاركوا معكم اي حاجه درنا، كنشاركوها مع الناس باش الناس يديو فكره، وحتى هما اللي عندهم شي فكره يعطيوها لنا. صراحه حنا كنستافدوا من جميع، بعض الناس كنستافدوا منهم حتى حنايا، والناس كيستافدوا منا. وشي كي هذه راه غير مثلا كيبقى مره عندك مره عندي، كنقول واحد المثال كل مره وكيعطي واحد الفكره ديالو. بالنسبه لهذا البيت اللي كانت كوزينه عندنا هنا، رجعناها بيت. ها كما كتشوفوا معنا البلاكار ديالها بكل شيء، عنده السرجم ديالو جا مطلع على الباطيو او لاكور مشم الصراحه. كاين واحد الزئه جديده هنايا قريبه علينا، هي راه قريبه تسالى كما كتشوفوا. الشروق ديال غروب الشمس عفوا. بالنسبه للاخوان ديالنا هنا عندنا جوج الحمامات صراحه، ولكن حمامات صغاري جاو في اتجاه واحد. حتى هو حتى الطبق فيه جوج الحمامات، ماشي غير حمام واحد. كاين حمام على اليمين، حمام على الشمال، وكوزينه، وثلاثه البيوت. هذه 100 متر اختلفت على الطبق الاول. بالنسبه للبيت هذا بقى هو هذاك تقريبا بلاصتو، جا صغير واحد شويه نقص منه باش دار جوج الحمامات هنايا. الاطلاله ديالو على 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 الشارع، حتى هو عنده باركو. نعطيكم السطح ان شاء الله يا ربي، خليكم تتابعوا معنا. بالنسبه للاخوان ديالنا دابا طلعنا الطبق الاخر هو الروتري. بالنسبه للروتري هو هذا، راه جا مفتوح. خلينا صاله كبيره انها تكون صاله مفتوحه. انا صراحه هالبلاصه اغلبيه كتكون ديال الجلاس، كيجلسوا فيها الناس. كوزينه امريكا كما كتشوفوا معنا، هذه مشروكه مع الصاله. درنا هنا بيت، كاين واحد البيت، حمام، صالون، كوزينه امريكا. هذا لاطيراس على برا. بالنسبه لاطيراس على برا هو هذا، نعطيكم حتى هو بعض الاطلاله ديالو. لاطيراس هنا كيبقى مفتوح صراحه، هذا الحديد غادي يحيد من هنا ما يبقاش. الاطلاله ديالو كيبقى على الشارع. هذه زئة البشارة طنجة البالية. نسبق نعطيكم بزاف الفيديوز على الدار هذه أو هاد الجدور ديالتهم. واحد البروجي آخر قبلتنا نطلعو لفوق السطح، وغادي نقربو لكم الصورة. تابعوا معنا. بالنسبة للإخوان ديالنا كما شفتوا معنا، عطيناكم جميع التفاصيل على هاد الديور هادو أو القطعة هادو 100 متر اللي كنقدم لكم. عندهم إير بلوس دو زائد الروتري. بالنسبة طلعنا السطح ديالهم، السطح هو هذا، السطح ماشي مكمول على حسب الروتري. عندنا هو هذا السطح التحتاني، كاين فوق على جوج، كاين السطح لتحت، والسطح هو هذا. ما شاء الله راه جا مفجر، حتى البحر كيظهر من هنايا، بحر المالاباطا راه كيظهر من هنايا. هذه هي الزئه ديال طنجه الباليه او البشاره بالضبط. الحمد لله ها اللي بدينا في هاد الخدمه، البروجي الاولين. نعطيكم الصوره على برا ان شاء الله كيفاش كانت باقا الدنيا خاويه. دابا انتم كتشوفوا معنا الدنيا تعمرت ما شاء الله، شحال الديور طلعوا هنايا وباقا الدنيا كتعمر. هذا اللي كان الاخوان ديالنا، خليكم تتابعونا، نعطيكم نهايه الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للاخوان ديالنا كما شفتوا معنا، وصلنا مرحله نهايه الفيديو. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، ويكون على حسن الظن ديال الجميع.
بالنسبه للاخوان ديالنا كما عطيناكم بروجي اللي كنا خدمنا فيه جدير مع بعضياتهم، حتى هذه الخدمه هذه حنا اللي خدمناها، كنا سبق نعطيكم بزاف الفيديوز ديالها اللي هي اول خدمه في طنجه الباليه في هذه البشاره. كنا عطيناكم واحد الفيديوز بزاف ودرناكم فيديو ديال التكلفه ديالها وكان عليه اقبال صراحه حسن، وكنشكركم بزاف بزاف. هذا اللي كان الاخوان ديالنا، تهلاو لي فراسكم دائما، اللايكات والتعاليق ديالكم كنبغيكم بزاف، الله يحفظكم.